وصفة الدولمة الله يرضى عليك. هاي شلون نعمة على اسم؟ انت تعرفي تاكليها للدولمة بس ما تعرفي تطبخيها. والله انا انصدمت، اذا هي ايش هالتمثيل شلون يجي؟ وصفة الدولمة؟ صدق تريد وصفة الدولمة؟ ما تعرف شو تعرفي تطبخي طيب؟ لحم مثروم. تمن. ما حلي عنه ما تطلعوا عليه. وغير الخضروات. خضروات شنو؟ اللي هي موسى باذنجان. الخضروات اللي نحشي بها. شو هي الخضروات؟ باذنجان. ايه؟ بصل. بصل. ايه؟ طماطة شنو؟ سلق، احنا نسلق نحط. اكو ناس تحط ورق عنب. اكو ناس هي ظلمة ورق عنب. لا احنا نحط سلق عين. اوكي سلق عين. غير بعد شنو؟ بعد شنو؟ رقي نحط معها ولا؟ رقي. يعني اكو كل واحد يحط شيء. طيب.